A company produces an electronic timing switch that is used in consumer and commercial product. Will the fixed cost, the capital CF, بتساوي $73,000 per month, والvariable cost CV الصغيرة is $83. Will the selling price P per unit is مدوني معادلة في الدي 180 ناقص 0.02 دي. Find the volume طالب ال دي at which break even occurs. دي أول حاجة، تعالوا نجيب الأول ال break even وبعدين نشوف المطلوب الثاني. إحنا عندنا معادلة ال profit قلنا بتساوي إيه؟ بتساوي ال total cost ال total revenue اللي هو ال P ضرب D minus ال total fixed ال total cost اللي هو ال fixed cost و ال variable cost مضروبة في ال demand. تعالوا نعوض، يبقى ال profit بيساوي ال price معادلة في الدي 180 ناقص 0.02 دي، كده البرايس مضروبة في الدي اللي هي دي، ماينس الفيكسد كوست 73,000، هذه مش بوينت فواصل الالاف، وانت بتكتب الالاف تحطهاش، زائد 83 الفاريبل كوست في الدي، يعني هيساوي نفك 180 دي، بنوزع الدي على القوس، ماينس 0.02 دي سكويرد، ماينس 73,000، ماينس 83 دي. تعالوا نعدل المعادلة، عشان بقى معادلة من الدرجة الثانية نحلها بالآلة، هتبقى ماينس 0.02 دي سكويرد، زائد 180، شيل منهم 80، 100، يبقى 97 دي. ناقص 73,000، وده البروفيت. حلو، دي معادلة البروفيت. نجيب منها بقى البريك ايفن، نجيب منها الاوبتيمال فوليوم، كله زي بعضه. طيب بريك ايفن الأول، عشان أجيب البريك ايفن لازم أعمل إيه؟ أساوي معادلة البروفيت بالصفر، يعني أقول صفر بيساوي ماينس 0.02 دي سكوير زائد 97 دي ماينس 73,000. اذا الدي بتساوي معادلة من الدرجة الثانية، يطلع لنا دي 1 ودي 2. تعالوا نحسبها، هقول صفر، ممكن تحط الصفر في الاول وحطه في الاخر زي ما انت عايز، صفر ماينس 0.02 المجهول بتاعي سميته اكس، زائد 97 اكس ماينس 73,000. يبقى المعادلة زي ما انتم شايفينها اهي، كتبتها بالظبط بس دي مجهول. اقول شيفت سولف مثلا 1000، طلع لي الحل 931، بس انت لو قلت شيفت سولف ودخلت مثلا 5000 هيطلع حل ثاني. ففي حلين دايما، في عندنا قيمه دنيا وقيمه قصوى. اعمل ايه؟ الاجمل من ده هشيل ده، خصم انا عندي حل واحد 3900 والتاني كان 931، هقف اطلع بره خالص. طبعا دي معادله من الدرجه الثانيه، هقول مود 5 معادله من الدرجه الثانيه يعني 3، ودخل حدود الفاكتورز بتوع المعادلة من الدرجة الثانية، 97، اتعلم استخدم دي افضل، واقول يساوي. طلع الحل الاولاني اهو 3919، كتبته هنا لان الحل الثاني كان اصغر 931. يبقى عندنا حلين للبريك ايفن، ناخد منهم ده ولا ده. هو البريك ايفن اصغر قيمة انتجها عشان ما اخسرش ولا اكسب، ده البروفيت وده الديماند. 931 اهي و3900 اهي،
بيكون الشكل بالمنظر ده. قبل 1931 خسارة، لازم انتج شوية زيادة عشان احقق بريك ايفن. وهنا لو انتجت اكتر من الطاقة الاستيعابية للمكان بتاعي مصنع اللي هو 3919 برضو اخسر، لاني هتكلف بقى خلاص انا اجيب منتج زيادة بتعب قوي. الحتة دي المنقطة هي البروفيتابل رينج اللي اكسب فيها الماكسيمم لو انا شاطر، احاول اجيب النقطة دي نسميها مثلا دي داش اللي عندها الماكسيمم بروفيت. هو طالب البريك ايفن، اذا البريك ايفن هقول كده دي واحد بتساوي 931 يونتس، ده البريك ايفن بتاعي ده مش التاني. التاني ممكن العب بقى لغاية التاني لغاية هنا ويحصل بريك ايفن برضو عند الدي اتنين بتساوي 3919. لما يقول لي اديني البريك ايفن فوليوم هقول 931، لما يقول لي اديني البروفيتابل رينج هقول له من 931 لغايه 3919. يعني في السؤال ده هو مش مطلوب البروفيتابل رينج، انا ممكن اقول كده البروفيتابل رينج ايه لما يكون اكبر من 931، لان 931 نفسها مفيش لا مكسب ولا خساره، واصغر من 3919 لان 3919 لا بتكسب ولا بتخسر بريك ايفن. ان بتوين مكسب، افضلهم فين؟ عند الدي داش. بيقول لي اهو ديتيرمين ذا اوبتيمال فوليوم دي فور ذا برودكت اند كونفيرم ذات ذيس فوليوم اتشيفز بروفيت اند نوت لوس. يعني عايز الدي داش اعمل ايه عشان اجيب الاوبتيمال فوليوم اللي هو يديني اقصى ربح. قلنا نشتق معادلة البروفيت اللي هي دي بالنسبة للدي، هقول كده اشتقاق البروفيت بالنسبة للدي واساويه بصفر اللي هو ماينس ننزل الاتنين يبقى بوينت او فور دي زائد الدي تروح 97 واشتقاق الكونستانت صفر. اذا الدي بتساوي، تعال نحل المعادلة دي، هقول ماينس بوينت او فور مجهول زائد 97 يساوي صفر، وقول شيفت سولف متوقع يكون كام؟ طبعا مش 3918 دي كانت اخر اجابة، ولا 931، حاجة ان بتوين كده 2000 مثلا، حاجة في النص، طلعت 2425 يونتس. ايه الرقم ده؟ الرقم ده اللي يكسبني اقصى ما يمكن. شلون اتاكد ان هو بيكسب ما بيخسرش؟ ما ممكن يكون الكيرف شكله العكس. نشوف المشتقة الثانية، يقول لي اند كونفيرم ذات ذيس فوليوم اتشيفز بروفيت. يا سيدي حاضر، نشتق البروفيت بالنسبة للدي. المشتقة الثانية طلعت ايه؟ ده يروح يبقى ماينس بوينت او فور يعني نيجاتيف، اذا ماكس. ما هو لما المشتقة الثانية تطلع نيجاتيف يبقى اللي احنا جبناه في المشتقة الأولى ماكسيمم، والعكس البوزيتيف يديني مينيمم. اسمي مانيفاكتشرنج از ا ميجور بلاير ان ذا لون سبرينكلر بزنس، لما جزازة العشب. بيقول their high end sprinkler is used commercially and is quite popular with golf course greenskeepers، يعني في أراضي ملاعب الجولف. بيقول in producing these sprinklers أسمز fixed cost CF is $55,000 per month with a variable cost CV of $15.5 per unit. يبقى مديني الفيكسد كوست والفاريبل كوست. ده سيلينج برايس اللي هو البي فور ذيس هاي اند سبرينكلرز از ديسكرايبد باي ذا ايكويشن، مديني الايكويشن بتاعت البرايس. المطلوب ايه؟ وات از ذا اوبتيمال فوليوم اوف سبرينكلرز وداز اسمي ميك ا بروفيت ات ذات فوليوم ولا لوس يعني؟ طيب احنا متفقين ان البروفيت دايما نكتبه معادله البروفيت
بتساوي التوتال ريفينيو ماينس التوتال كوست، وبالتالي البروفيت هيساوي التوتال ريفينيو. عبارة عن ايه؟ عبارة عن البرايس اللي هو 87.5 ماينس بوينت او تو دي مضروبة، ده ال بي مضروبة في ال دي، وعلامة الدولار بره عشان تشملهم كلهم. طيب ماينس الفيكسد كوست اللي هو 55,000 زائد الفاريبل كوست مضروب في الدي، وبالتالي هيساوي، تعالوا نفك هنا، 87.5 دي ناقص 15.5 دي يعني 72 دي، هنا ماينس بوينت او تو دي سكويرد وماينس 55,000، كده جبنا البروفيت. دي معادلة البروفيت. هو عايز ايه؟ لو عايز البريك ايفن اساوي المعادلة دي بصفر، لو عايز بروفيت معين احط قيمة، لو عايز الاوبتيمال فوليوم اعمل ايه؟ نشتق البروفيت قلنا بالنسبة للدي وساويها بصفر، يعني تعالوا نشتق 72 ماينس بوينت او فور دي ويساوي صفر، اذا الدي بيساوي الرقم اللي هيطلع ده اللي هيديني اكبر ربح او اقل خسارة، لو كان خسارة بكون اقل خسارة، فاقول 72 تقسيم بوينت او فور، فطلع 1800 يونتس. يبقى كده جبنا المطلوب الاولاني الا حته هو بيسالني هل بيحقق بروفيت. تعالوا نحسب البروفيت، طبعا لو كان موجب يبقى بروفيت، لو كان بالسالب هيبقى لوس. اعوض في المعادله دي يطلع كام؟ تعالوا نحسبها كده، 87.5 ماينس بوينت او تو في الرقم اللي طلع 1800، اقفل القوس واضرب كمان في 1800، ناقص 55,000 زائد 15.5 ضرب 1800. اذا طلع موجب يبقى بروفيت، طلع فعلا موجب، طلع 9,800 دولار. يبقى لو انتجنا الاوبتيمال فوليوم اللي هو 1800 يونتس هنربح 9,800، لو انتجنا اقل هنكسب او اكثر شوية هنكسب برضو، بس لو اقل قوي ممكن نخسر، اكبر قوي ممكن نخسر. طيب لكن افضل مكسب عند ال 1800. بيقول لي what is the range of profitable demand، يعني ايه هو الرينج اللي هيخليني اكسب؟ عشان اعرف الرينج يفضل ارسم ممكن ما ارسمش طبعا، ممكن بمعادلة بسيطة هنحل دلوقتي، هنعمل الاتنين. طبعا الديماند او الدي اكبر من صفر، احنا عندنا 1800 مثلا، هنا 1000 2000 3 وهكذا، وده البروفيت. فممكن يبقى بروفيت وممكن نخسر. طيب اعمل ايه عشان اجيب الرينج؟ امسك المعادلة اللي هي دي واحلها، هسويها بصفر، هجيب قيمتين، القيمتين دول هيحصروا المنطقة اللي فيها بروفيت او لوس. تعال نقول كده 72 دي ماينس بوينت او 2 دي سكوير ماينس 55,000 يساوي صفر، يعني احل المعادله دي بحيث اجيب قيمتين دي عندهم البروفيت بالصفر يعني بريك ايفن، فدي بتساوي، تعالوا نحل كده، هقول دي معادله من الدرجه الثانيه احلها ازاي، مود 5 3 وادخل المعاملات، معامل الدي سكوير ماينس بوينت او 2، معامل الدي 72، معامل الحد المطلق ماينس 55,000، اقول يساوي
هيطلع الدي، واحدة بألفين وخمسمية ده دي ون، والدي تو أدوس كمان مرة يساوي، فطلعت 1100 يونتس. طيب يبقى القيمتين دول عندهم البروفيت بصفر، اللي هو فين وفين؟ لو اعتبرنا دي 1000 يبقى 2500 هنا، و1100 يبقى هنا. الاتنين دول الكيرف عندهم يا اما كده يا اما كده. نستنتج من ازاي؟ من 1800، 1800 عندها مكسب، يبقى 1800 هنا خلينا نقول عندها مكسب 10000، نقول على سبيل المثال 10 دي 5، ودي 10، فهو هنا نقطة في الحتة دي كده قرب العشرة، ويبقى الكيرف هيكون شكله ازاي؟ كده اهو. طيب هنا صفر اللي هو عند 1100، وهنا عند 2500 برضو البروفيت بصفر، وهنا عند 1800 1800 عندها ربح 9800. يبقى فين الرينج بتاعي اللي اربح فيه من 1100 لغاية 2500؟ يبقى الرينج اللي هو اكسب فيه من 1100 لغاية 2500 يونتس. طبعا عند ال 1100 نفسها وال 2500 البروفيت بصفر، اللي هو البريك ايفن، لا مكسب ولا خساره. طب لو انت عايز تتاكد من الكلام ده بالاله الحاسبه ماثيماتيكالي تعمل ايه؟ ده ليك انت، هتبرمج المعادله دي اللي هي زي ما هي بالظبط من غير ما تعمل فيها ولا حاجه. هتقول كده، هكتبها 72 الفا اكس ماينس 0.02 الفا اكس سكوير ماينس 55000. طب انا عايز اتاكد ان فعلا 1100 بتديني صفر بروفيت، هقول كالك وادخل مثلا 1000 فطلعت سالب، هقول كالك وادخل 1100 طلعت صفر بالظبط، هدخل كالك هو 1800 ده الماكسيمم بروفيت، مثلا خلينا ندخل 1700 هيطلع بروفيت اقل 9600، كالك 1800 طلع 9800 فعلا اكبر ربح. ولو قلت كالك و 1900 بعدها بشويه هتلاقي الربح اقل. لو وصلت عند ال 2000 مثلا و400 الربح لسه بلس، لكن عند ال 2500 لازم يطلع صفر، وعند ال 2600 و 2700 لازم يطلع سالب. يبقى شكل الكيرف كده، ويبقى الرينج بتاع اللي فيه الكيرف فوق يعني محقق بروفيت هو من 1100 لغايه 2500. A company produces and sells a consumer product is able to control the demand for the product by varying the selling price. The approximate relationship between price and demand مديني ان البرايس بتساوي 38 دولار زائد 2700 على دي ماينس 5000 على دي سكوير، where P is the price per unit in dollar and D is the demand per month. The fixed cost is $1000 per month while variable cost $40 per unit. بيقول لي what is the number of units that should be produced and sold each month to maximize the profit. احنا عارفين ان ال profit بيساوي ال P في ال D minus ال fixed cost مع ال variable cost مضروب في ال D. لو عوضنا عن ال P بالمعدل اللي مديهاني وضربتها في D يبقى 38 D minus 2700 على دي يبقى 2700 ماينس 5000 على دي سكوير يبقى 5000 على دي بس. ده البروفيت اللي هي الحته دي او الانكم توتال انكم. طيب اطرح منه الفيكسد كوست اللي هو 1000 والفاريبل 40 مضروب في الدي، وايه المطلوب مننا؟ نشتق بالنسبة للدي وساوي بصفر عشان اجيب الدي للدين الماكسمايز او المينيمايز حسب
ما يكون المشتقة الثانية. إذن 38 درع ماينس، هنا 5000 دي أس ماينس واحد، تنزل الماينس واحد تبقى بلس، ودي ماينس 2، بعدين ماينس ده راح يبقى 40 يساوي صفر. اذا الدي اللي تماكسمايز او تمينيمايز، احنا بنجيب مشتقة مش عارفين، نقول 38 هنا ماينس 5000 تقسيم اكس تربيع 40 يساوي صفر، قول شيفت سولف يساوي، فطلع يونتس. طبعا المفروض كنت حاولت دخلت رقم 38 ناقص 5000 تقسيم، لا هي بلس مش ماينس، قول شيفت سولف ماشي، دخل رقم موجب 1500 حاجة كده. كل ما رقم يكون قريب من اللي هيطلع يكون أسرع في الحل. 49.66 يعني 50 يونت. 38 5000 اكس 40 يعني واضح شكله 50 بالظبط. يبقى لو بعت 50 يونت ده اللي يديني الماكسيمم بروفيت او المينيمايز بروفيت، محدش عارف. شو ذات يور انسر تو بارت اي ماكسمايزز ذا بروفيت. لازم اجيب المشتقه الثانيه، اقول المشتقه الثانيه للبروفيت على يعني بالنسبه للدي تساوي، تعالوا يعني نشتق دي، 38 راحت ماينس 2 يبقى ماينس 10000 في دي اس ماينس 3، وال 40 راح طبعا ده نيجاتيف، طالما نيجاتيف اذا ماكسمايزيشن. طب لو كان بوزيتيف يبقى اللي حسبناه مينيمم. واحنا الاول نجيب المشتقه ونساويها بصفر يطلع رقم يا ماكسيمم يا مينيمم. لو المشتقه الثانيه بالسالب يبقى ده ماكسيمم، لو المشتقه الثانيه بالموجب يبقى ده مينيمم. The cost of operating a jet-powered commercial passenger carrying airplane varies at the three halves power of its velocity. Specifically, the cost بيساوي k في n v أس 3 على 2 where n is the trip length in mile. يبقى طول الرحلة n و k is a constant of proportionality وال v velocity in miles per hour. طيب well, it is known that at 400 miles per hour يعني السرعة 400 the average cost of operation is 300 per mile. يبقى دي 300 يعني ده 300 واحد مايل يعني بير مايل وده 400. اقدر اجيب الكي، تعالوا نجيب الكي، بيقول الكوست بيساوي كي في ان في اس 3 على 2. بيقول لك عشان طبعا اجيب الكي، الكي مش معروف قيمته، بيقول لي دي بتكلفني 300 لكل مايل واحد يعني لما السرعة تكون 400. أكيد أقدر أجيب الكي، هقول كده 300 يساوي ألفا إكس في 400 أس 1.5 وشفت سول، فطلع الكي ملوش وحدة طبعا ثابت، أو ليه وحدة بس لازم نحسبها. الكوست ده بالدولار وده بالمايل وده مايل اس 3 على 2، فنقدر نحسب الوحده لو احنا عايزين بس ملوش لازم. طب ايه المطلوب؟ بري ذا كمباني ذات اوز ذا ايركرافت وونتس تو مينيمايز ذا كوست اوف اوبريشن. اكيد مش عايزه تزود التكلفه تقلل، بس ذات كوست ماست بي بالانسد اجينست ذا كوست اوف ذا باسنجرز تايم which has been set at 300 thousands per hour. شوفوا لو قلل السرعة كل ما ده يقل كوست هيقل، بس الناس هتوصل كأنها مثلا ايه راكبين جمل ولا حاجة، فاحنا عايزين لا راكبين طيارة، فنزود السرعة عشان وقت المسافرين.
وقت المسافرين هنعتبره تكلفته 300,000 دولار في الساعة، لذلك لازم ناخده كعامل. لو قعدنا نبطأ في الطيارة وقت الناس هتهج وتسيب الطيارات وتسافروا بسياراتهم يعني. لذلك احنا عايزين نقول كده ان الكوست حاجتين، التوتال كوست حاجتين، ايه هما؟ الكي اللي اتحسب خلاص في ان في في اس 3 على 2 زائد كمان ال 300,000 في عدد الساعات اللي هو الاور، 300 بير اور. طب الاور عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسافة الطول على الفي. احسن نعمل كده عشان ما ندخلش يعني مجهول جديد. الان مسافة على زمن يديني ساعة او يديني وقت يعني. طيب هو طالب ايه؟ طالب افضل سرعة at what velocity should the trip be planned to minimize the total cost، اللي هو ده which is the sum of the cost of operation او operating the airplane and the cost of passengers time. طبعا هو الكوست حتتين، ده بتاع الاوبريشن والحته دي بتاعت وقت الباسنجر، باسنجرز تايم. واحنا اتفقنا في الحلقه الاولى ان عشان نجيب الماكسيمم او المينيمم فاليوز لاي ايكويشن اشتق، فاشتقاق الكوست بالنسبه للفي يساوي طبعا يساوي بالصفر بوينت 3 بوينت او 3.75 في ان، طبعا ده كان له كونستانت احنا بنشتقه بالنسبه للفي، ففي اس 3 على 2 نشتقها زي ننزل الاس ونقلله بواحد. طيب زائد بس دي في المقام فهحط ماينس 300,000 في ان اشتقاق الواحد على في وماينس واحد على في سكوير، ان هي في اس ماينس واحد تبقى ماينس واحد في اس ماينس اتنين يساوي صفر. طبعا الان ثابت روح مع بعض. تعالوا نجيب الفي اللي هو المطلوبة اللي هي بتديني اقل تكلفة او اكبر تكلفة، احنا لازم نتأكد. بوينت او 3.75 في واحد ونص في المجهول بتاعنا اس واحد ونص ولا اس نص اس نص، وبعدين ماينس 300,000 تقسيم اكس سكوير والفا يساوي صفر هولد شيفت صفر كده. خد هيديني الفي اللي بتعمل ماكسيمم او مينيمم كوست، بعدين نتاكد هي ماكسيمم ولا مينيمم. الاله بتحسب اذا الفي كذا مايل بير اور. طيب هيطلع رقم، هو السرعة اللي هتطلع دي هي اللي هتديني أقل تكلفة أو أكبر تكلفة. طلعت 490.7 يعني 491 مايل بير أور. طيب هو بيقول لي في المطلوب بي how do you know that your answer for the problem in part A minimizes مش maximizes the total cost. احنا طبعا عارفين في الكالكولس ان لو عندنا مشتقه وصلناها بالصفر تديني يا المينيمم يا الماكسيمم. طيب عشان اتاكد ان ده مينيمم لازم تكون المشتقه الثانيه بالبوزيتيف، وعشان اتاكد ان هو ماكسيمم لازم تكون المشتقه الثانيه بنيجاتيف عكس يعني. فتعالوا نشتق المشتقه مره تاني. يعني هاخد المشتقة دي واشتقها مرة كمان. طب البوينت او 3.75 في واحد ونص كانت كام؟ بوينت او 3.75 في واحد ونص ده كان رقم اهو قدامي، وبعدين هضرب في نص كمان مرة لان هشتق دي اضربها في نص يعني في نص، فطلع بوينت او 2.8125. طيب الفي اس نص هتبقى في اس ماينس نص لان قلت واحد. طيب يعني كأنها على جذر في، وبعدين هنا ماينس 300,000 طبعا لان راحت خلاص على في سكويرد يعني كأنها في اس ماينس 2. طيب هتبقى ماينس 2 مش شقاقة هي ايه
في اس ماينس 2 يبقى ماينس 2، يعني كان هحط بلس واحط 2 وتحت يبقى في تكعيب، لان في اس ماينس 2 نشتقها زي ماينس 2 في اس ماينس 3. طيب الحته دي انا ممكن الغيها واحط تحت في اس نص، يعني رقم موجب، يبقى دي كلها موجب والحته دي اصلا كلها موجب، لان بلس دايما الفي موجبه، وهنا في اس ماينس نص يعني تنزل تحت في اس نص فبرضه موجب، يبقى ده بوزيتيف وده بوزيتيف. طالما كلاهما بوزيتيف يبقى ده كله له مشتقة ثانية بوزيتيف، يبقى معنى كده ان احنا اللي احنا حسبناه في المطلوب ايه؟ از اوكي مينيمايز. مينيمايزنج يبقى لو ده موجب يبقى ده مينيمايز، لو كان سالب يبقى ده